بالنسبة للتحويلة بين الـ OM 606 مرسيدس ديزل وكذا غير الفتك العادي موجود برا طبعا يركب على غير الديزل يختلف عن غير الفتك، وتم عمل التحويلة هذه بحيث أنها تتكون من جزئين. الجزء هذا شايفين هذا يركب على مسامير كرنك الماكينة وحذاف الماكينة نفسه مع السلف مع عكس المسامير طبعا، ويركب عليه الجزء هذا بالشكل هذا وينشد بمسامير الخارجية، والمسامير الداخلية يركب فيها اللي هو كلتش الفتك من جهة غير الفتك، فيكون عندك الجزء هذا ممكن يكون ثابت دائما مع التحويلة هذه، جزء ثابت متعلق بالماكينة، وما بعد الجزء هذا هو فتك من يركب عليه الحذاف وكلتش الفتك. طبعا هذه محسوبة كلها حسابيا، لذلك سماكته مثل ما انتم شايفين هذا ألومنيوم، فمعمولة حسبته مع حسبة الوصلة هذه بحيث يكون التعشيق ما في أي إشكالية.